قناه النادي الاهلي واحد من نجوم الفريق كابتن النادي الاهلي الحارس الامين السد المنيع كابتن محمد الشناوي. الف مبروك يا شناوي، ما شاء الله اداء مميز لمحمد الشناوي على مدار 3 مباريات. الحمد لله، الف مبروك. مبروك لاداره النادي الاهلي بجهازه وبلاعيبته الرجاله النهارده اللي كانوا رجاله، والف مبروك للجمهور والف وانا طبعا سعيد ان اكون معاك كابتن اسامه. طبعا بقول للاعيبه النهارده كانوا رجاله واحنا عملنا اللي علينا، احنا كنا متوعدين قبل ما نيجي البطوله اللي احنا نعمل حاجه نادي اداء كويس ونلعب ماتشات كويسه، والحمد لله ادانا اداء كويس وخدنا مركز. ده الوعد اللي احنا كنا موعدين الجمهور، والحمد لله نفذنا الوعد، والحمد لله الفتره الجايه ان شاء الله احنا النهارده نفرح وبكره نفرح ونركز ان شاء الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله. اكيد انجاز كبير للجيل ده، الجيل ده كان محتاج ياخد بطوله افريقيا، محتاج يحقق انجاز في كاس العالم بالفعل بياخد بطوله افريقيا، والنهارده بيحقق الميداليه او البرونزيه او المركز الثالث من 2006 ما اتحققش، النهارده بيكرر الجيل ده الانجاز وبيكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. اكيد طبعا الجيل ده طبعا الحمد لله احنا من بدايه خدنا الدوري وبدايه بعدين الكاس وبعدين خدنا افريقيا، كان احنا محتاجين بطوله افريقيا بالذات اللي احنا نكون موجودين في كاس العالم، والحمد لله اللعيبه دي كانوا رجاله في بطوله افريقيا عشان نوصل لكاس العالم، وهم خدوا خبرات كبيره جدا في 3 ماتشات اللي احنا لعبناهم، وان شاء الله نبني على كده ان شاء الله الفتره الجايه. هم كانوا محتاجين بس الثقه، ودلوقتي هم لعبوا بصراحه باعلى يعني في اعلى ليفل، وهم دلوقتي ان شاء الله نركز في الفتره الجايه، احنا عندنا بطوله افريقيا وان شاء الله نركز فيها ونجيب ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله العشرة. واللعيبه انتوا كنتوا رجاله في الماتش 3 ماتشات، احنا كنا يعني بنشوف نفسنا في ال3 ماتشات احنا واصلين لغايه فين، بس احنا واصلين بشكل كويس جدا، احنا مش بعاد لما تلعب بايرن ميونخ بطل اوروبا وانت تكون عامل معاه اداء كويس كده، وتلعب النهارده فرقه من البرازيل وتعمل معاه مباراه كبيره جدا وتكسبهم، لا انت لعيب لازم يكون واثق من نفسه، انت اللعيبه دلوقتي بقت عندها ثقه كبيره جدا، وان شاء الله نبني على كده ونفكر في الماتشات الجايه كده ان شاء الله. اصعب لحظات البطوله بالنسبه لمحمد الشناوي؟ بالنسبه لي كشناوي يعني كانت اول مباراه كنا احنا عايزين لازم نكسبها، وبالنسبه للعيبه اللي احنا كنا عايزين نكسبها عشان نضمن مركز في البطوله دي، كانت اصعب دي الماتش المباراه كانت الصعبه بالنسبه لي. والنهارده طبعا لما وصلنا لضربات الجزاء طبعا الواحد بيبقى عنده حمل كبير، بس هم طبعا اللعيبه النهارده هم اللي وصلوا لنا ضربات الجزاء، عشان كده بشكرهم والحمد لله ربنا كان موفقنا النهارده ومعانا التوفيق، ده اهم حاجه ان انت يكون معاك التوفيق. النهارده كان معانا التوفيق الحمد لله، خدنا المركز الثالث وخدنا البرونزيه، وبقول لهم الف الف مبروك. محمد الشناوي ما شاء الله بقى علامه مميزه في صد ركلات الجزاء، بنكسب قبل كده بطوله كاس مصر والنهارده بنحقق الميداليه البرونزيه في كاس العالم. محمد الشناوي بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه الفضل النهارده في مباراه النهارده. عايز اكلمك عن الضربه الاولى، الضربه الاولى وانت هديت على اللعيب بتاع بالميراس النهارده لما صديتها، عايز اكلمك عن ضربات الجزاء النهارده. اكيد طبعا انا بقول لكل لعيب مش انا لوحدي، بس ما انت تشتغل وتتعب وتركز في شغلك بس ما تركزش في حاجه تاني، اكيد ربنا هيكون معاك وهيوفقك. انا النهارده لما جينا وصلنا ضربه الجزاء انا كنت بدعي بس بقول يا رب اكون سبب بس بفرح الجمهور وفرح اللعيبه وفرح، ما نبقاش احنا نفرج على ماتش بايرن ميونخ واحنا قاعدين في مدرجات نكون متضايقين واحنا راجعين نكون متضايقين، الفرحه حلوه واللعيبه كانت نفسها تفرح، ده اللي انا كنت بقوله والحمد لله ربنا يعني وفقني وكان معايا يعني الحمد لله، وكان مديني التوفيق اللي احنا نكسب، ده كان اهم حاجه بفكر فيها، والحمد لله كان معانا توفيق وكسبت الحمد لله، ده اهم حاجه الفرقه يعني.